من رحم المعاناه يولد الامل هنا في ريف دير الزور لا غالب على مشاكل الاهالي سوى ابتكارات جديده يقاومون بها معضلات الحياه اليوميه اذ نظرا لقله الوقود وارتفاع اسعاره في كثير من المناطق لجأ أهالي ريف دير الزور إلى طرق بديلة منها الطاقة العاملة على أشعة الشمس والتي توفر عليهم الكهرباء وخدمات يومية مرتبطة بأعمالهم. أحد المزارعين في ريف دير الزور ابتكر تركيب ألواح شمسية لبئر في أرضه، وذلك وفر عليه استخراج المياه لسقاية الأراضي، فالألواح الشمسية وعملها أوفر ماديا على المزارعين من الوقود الذي يتوفر يوما وينقطع شهر، وتلك حلول لاقت رواجا بين آلاف المزارعين في ريف دير الزور، ووفرت لهم خدمة استمرار أعمالهم دون التأثر بالمشاكل الاقتصادية. وكون ريف دير الزور يشهد ارتفاعا في الحراره في شهر الصيف فان الحراره العاليه توفر للالواح توفير الكهرباء بشكل اكبر وذلك شجع الكثير من المزارعين لانشاء الواح شمسيه في اراضيهم لاستمرار عملهم والخروج بمحصول جيد